بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور جوستين، اهلا بحضراتكم. هنتكلم ان دانيال النبي فسر بالظبط وقال جوه نبوه دانيال 9 صح 9، قال بالظبط ميعاد مجيء السيد المسيح، وده هيبقى دليل ايدينا على كل من لا يقبل مجيء السيد المسيح وقبوله الله المتجسد. والنبوة دي معروفة بنبوة 70 أسبوعا. رجاء ومحبة، ضغط زر الاشتراك بالنسبة للناس الجديدة، تفعيل زرار الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات، ومن فضلك عمل مشاركة ولايك وتعليق. مبدئيا كده أسبوع المقصود بيها 7 سنين هنا عشان تبقى سهلة واحنا بنفهمها مع بعضينا. النبوة في دانيال 9 عدد 20 لعدد 27 بيقول ايه فيها؟ وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطيئتي وخطيئة شعبي اسرائيل واطرح تضرعي امام الرب الهي على الجبل قدس الهي، وانا متكلم بعد بالصلاة اذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة والمسح قدوس القديسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبناءه إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوع، يعود ويبني سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس، وانتهاء بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها وأسبابت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد في وسط الأسبوع. يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. لاحظتوا ان انا تقلت شوية على كلمة 70 أسبوعا وخروج الأمر لتجديد أورشليم، والحاجة الأخرانية ان في وسط الأسبوع هيحصل ايه؟ في وسط الأسبوع هيبطل الذبيحة والتقدمة. المقصود هنا أسابيع سنين زي ما بقول لحضراتكم، ده اتفق عليه المفسرين وأجمع عليه اتفاق جماعي يعني، وعددها هنا أسابيع سنين، وده بيساوي عدد السبي سنين السبي اللي تنبأ عنها أرميا وهي 70 سنة. وزين النبي دانيال كان منشغل بكده عشان كده ربنا أعلن له واستجاب له. ودانيال هنا يقصد أسابيع سنين مش أسابيع أيام، لأنه في نبوة تانية في دانيال 10:2-3 قال في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أيام، وضحها هنا. فكلام الملاك كما هو موضح لا أعلم لا فيعلم قصدي وافهم أنه من خروج الأمر بتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا، وكمل آخرها. تفسيرها بقى، ببساطة يا جماعة اللي حصل إن احنا بنقول 69 أسبوع ليه؟ لأن 7 أسابيع و62 و69 69 أسبوع. الأسبوع بنقول هنا إن هو أسابيع سنين، يبقى اضرب 7 في 69
69 في 7 سنين ب483 ببساطة. وكورش وداريوس وارتحشسة كل واحد في الثلاثة دول أمر بتجديد أورشليم. المقصود الأمر الثالث لأرتحشسة اللي هو الأمر الأول كان كورش، الثاني داريوس، الثالث كان أرتحشسة. وأرتحشسة ده قال أمرين، الأمر الأولاني منهم هو ده اللي أرتحشسة أمر أمرين. الأمر الأولاني هو ده التاريخ المظبوط لتحديد النبوة دي والخاص بالنبوة دي. ليه بقى؟ هنلاقي كورش قال الأمر بتجديد أورشليم في عزرا واحد عدد واحد لعدد أربعة في سنة 536 قبل الميلاد، وداريوس في عزرا 6 8. وهنلاقي داريوس 519 قبل الميلاد، أرتحشسة لعزرا 7 7 و11 و26 سنة 457 قبل الميلاد. دي احفظوا دي، خلينا معانا دي. الأمر المقصود هنا أرتحشسة 457 قبل الميلاد، لكن أرتحشسة رجع أمر لنحامية في صحاح 2 في نحامية 444. احنا قلنا الأول والتاني والرابع مش هما دول المقصودين بالنبوة التواريخ دي، لكن التاريخ المقصود بالنبوة الأمر التالت اللي خرج فيه الأمر ببناء أورشليم. ويرجع برضو لحضرتك، حضرتك ترجع لعزرة 9 9. يعني يبدأ الحساب السنين من ايه؟ من 457 قبل الميلاد. اجمع عليهم عدد 69 أسبوعا سنين اللي هي 69 في 7 سنين اللي هي 483. 483 مع 457 دي قبل الميلاد، فبتضيفها، هتضيف دي على دي، تجمع، هتجمع ده مع ده، هتلاقي النتيجة 26 ميلاديا. طب يا عم انت بتخرف، انت ازاي اجمع 483 على 457؟ لا حضرتك، القبل الميلاد تتجمع بالطرح ازاي؟ يعني يتقال 483 زائد ناقص 457، يعني معنى كده 483 ناقص 457 اللي هي 457 دي قبل الميلاد، ففي الحالة دي 26 ميلادية. ومبدئيا كده من غير ما نتخط في 4 سنين محسوبين غلط من تاريخ ميلاد السيد المسيح في التاريخ الميلادي، وال26 ميلاديا دي هي تاريخ ميلاد المسيح، لا دي تاريخ خدمة المسيح. المسيح في الإنجيل اتذكر ان هو خدم الخدمة الكهنوتية وهو عنده 30 سنة، ف26 ميلاديا لأن التاريخ الميلادي ناقص 4 سنين عن المظبوط. صدقوني مش تخريف، لأن كان داخل في حسبة التاريخ الميلادي الإمبراطورية الرومانية وداخل فيها كذا حاجة، فنتيجة لكده حصل نقص 4 سنين. فالمسيح ميلاده الصح على حسب التقويم الميلادي سالب 4 ميلاديا. مش بخرف، لو حضراتكم راجعتوا التقويم القبطية هتأكد لكم الكلام ده. لذلك التقويم القبطي هو أدق بكثير. يعني احنا لو هنتكلم صح هنقول ان احنا السنة دي في سنة كام، هيت نزود 4 سنين اللي هما اصلا متنقصين على التقويم الميلادي السليم، اللي هما اصلا زي ما بنقول اتنقصوا غلط في التقويم الميلادي. يعني حياتي احنا دلوقتي نزود 5 سنين و4 سنين، 4 سنين. فاذا بناء على النبوة دي وعلى التقويم الميلادي الحالي فهو 26 ميلاديا اللي هي
اصلا هي تبقى 30 ميلاديا، بس في غلط في التقويم الميلادي. الغلط في التقويم الميلادي مش الغلط في الكتاب المقدس. التقويم الميلادي اعمال انسان مش اعمال الله. تقويم هو تقويم نتيجة، واحد في النتيجة في الحسابات والفلك عمل كده، بس للأسف يعني عمل أقصى ما عنده، بس طلع عنده 4 سنين غلط. فهيجي كل شوية كل سنة يقول لكم يا جماعة زودوا 4 سنين، يا جماعة زودوا 4 سنين، فانتوا مش هتصدقوا الكلام ده، بس هو ده حقيقي. لكن الكلام ده مش حاصل في التقويم القبطي، وعشان كده الكنيسة القبطية الناس اللي بتفهم فيها في تاريخ القبطي والتقويم القبطية ما فيهاش الكلام ده، وما فيهاش اي غلط في الحسابات، لانها تقويم معتمد على طبيعة الشمس والنجم الشعري سبيدت، فده مختلف بطريقة جبارة، وده ما يقللش ولا يحرف من الكتاب المقدس، لان ده بره الكتاب المقدس. التقويم بتاع اللي حط التقويم، لكن كنيسة ككنيسة احنا معتمدين في إيماننا على الكتاب المقدس والتقليد، ومعتمدين على الحساب القبطي بالشهور القبطية 13. يتبقى في النبوة نقطة معينة، وهي 7 على 2 اللي هي في وسط الأسبوع الأخير، 7 على 2 3 سنين ونص، ودي اللي السيد المسيح خدم حوالي هذه المدة أثناء وجوده بالجسد. وتقول النبوة ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد في وسط الأسبوع، ويبطل الذبيحة والتقدمة، دانيال 9:27. ذلك أن السيد المسيح كما يقول معلمنا بولس الرسول: وأما المسيح وقد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، عبرانيين 9:11 و12. ودي إشارة لأن بمجيء السيد المسيح المرموز إليه بطلت كل العبادة الرمزية اليهودية، وإذا جاء شمس البر بطلت كل الظلال. وحضراتكم هتلاقوا فيديوهات موجودة هسيبها لحضراتكم في الوصف، أدلة في الكلية الإكليريكية، تم طلب بحث من الدفعة وتقدمت، لم أتقدم بل قال لي أو كان يا أبونا بشري حلمي لأن أعمل هذا البحث، أقول أدلة منطقية وعملية تثبت رفض السيد المسيح، رفض الله لذبيحة اليهود بعد صلب سيدنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. وفعلا عملتها أجدت في هذه الأبحاث، والحمد لله فعلا 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 خدت تسقيف جبار، وكانت أدلة مقنعة، ومش بس مقنعة للناس اللي في الكلية، مقنعة لأي حد بتكلم معاه على النطاق العام. شكرا لحضراتكم، رجاء محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق، ومن فضلكم اللي جديد على القناة ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا، صلوا لأجلي، سلام.